بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هيكون حديثنا عن جرائم مهمة بتعرض على زملائنا المحامين وعلى العاملين بالقانون، وهي جرائم اختلاس الموظف العام لما يحوزه من أموال أو أشياء أو أوراق بسبب وظيفته، واستيلاء الموظف العام على المال العام، وثالثاً جريمة التربح. حضراتكم، الثلاث جرائم دول مهمين جدا لما فيهم من أمور دقيقة ومهمة، والنهاردة احنا هنعرض لزملائنا كيفية معالجة جرائم الاختلاس وجرائم الاستيلاء على المال العام وجريمة التربح، كيفية معالجتهم أمام محاكم الجنايات. بداية هنتحدث عن جريمة اختلاس الموظف العام لما يحوزه بسبب وظيفته. وقبل ما ندخل في هذه الجريمة، لابد أن احنا نقول المقدمة الأولى، وهي سلطة رفع الدعوة على الموظف اللي ارتكب جريمة الاختلاس. مين اللي هو يرفع؟ هل أي حد يرفع الدعوة دي على هذا الموظف، ولا ليها شروط معينة؟ الأمر الآخر، جريمة اختلاس الموظف العام لما يحوزه من أموال بسبب وظيفته، هل ليها معاد بتتقادم فيه جريمة الاختلاس ولا؟ الأمر الثالث هو كيفية التحقيق في هذه الجرائم. أولا، من له سلطة رفع الدعوة الجنائية على الموظف العام المرتكب لجريمة اختلاس المال العام اللي هو تحت يده وفي حوزته؟ أولا، المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بتنص على إن النائب العام أو المحامي العام هما فقط الذين لهم سلطة رفع الدعوى الجنائية في جرائم الاختلاس على الموظف المتهم. والمشرع هنا يعني ضمانا لعدم الإسراف في رفع الدعوة اختص بها النائب العام أو المحامي العام. ليه بقى هنا؟ لأن الجريمة ديت، جريمة الاختلاس دي، هو المادة قالت لا يجوز أن ترفع الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر ألف من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام. المادة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر ألف من قانون العقوبات هي إهمال الموظف العام في عمله مما أضر بالمال العام إضرارا جسيما. فهنا المشرع ضمانا لعدم الإسراف في رفع الدعوة، إن متهم أو موظف عام أهمل، وهذا الإهمال تسبب في ضرر عام بالمال العام. ضمان لعدم الإسراف في رفع الدعوى الجنائية على الموظف العام هنا اختص بها النائب العام أو المحامي العام، حتى
لا يدخل الخوف، يعني ما يبقاش الموظف مش هيؤدي عمله ولا هيؤدي هيقوم بأداء وظيفته خوفا من الإهمال أو خوفا من الخطأ ثم العقاب. وهنا المشرع تدخل في هذا الأمر واختص بها النائب العام أو المحامي العام في المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. حضراتكم هنا هذا المسلك من المشرع كان مسلك تشريعي منطقي، هنا حفاظا على دولاب العمل الوظيفي أو العمل العام على أساس أنه بيحمي الموظفين من الخوف في هذا الأمر. والمشرع إدى للنائب العام أو المحامي العام في مكان اختصاصه إداهم سلطة رفع الدعوة على الموظف المتهم اللي هو بيهمل فبيتسبب إهماله في الإضرار بالمال العام.